لا لا، اليوم عرف مازن، ما راح اسكر اليوم. بس وين المشكلة إذا خليت الأنينة معي هلا؟ ما راح أشرب منها أبدا، بس على الأقل بحس بشوية راحة إذا الأنينة طلت معي. رجاء ممكن توقع لي؟ شو؟ مو انت الممثل المعروف والمشهور دامودار؟ استاذ انا من اكبر المعجبين فيك صراحه، صدقني من اكبر المعجبين. شكرا لك. ممكن توقع لي؟ شكراً إلك، شكراً. هذا اليوم كتير مميز بالنسبة إلي. ليش؟ أنا قاعد مع ممثلي المفضل وعم أحكي معه، مشان هيك مميز. بالمناسبة، أنا اسمي أجيت. بتعرف فينود أخوها لجانا؟ أنا بكون ابن حماه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هلا. أستاذ بتعرف إني أنا شفت أغلب مسرحياتك؟ عن جد؟ تمثيلك رائع استاذ. لا لا، عن جد انت ممثل رائع، ممثل مثلك بيولد مره كل مليون سنه بهالدنيا. انا مالي عظيم كل هالقد يعني. استاذ سألني انا، سألني. سأل اكبر معجبينك رح يقول لك قديشك فنان، وفنان رائع كمان. استاذ في كثير ضجه هون، مو صحيح؟ تعال اقعد على الزاويه هنيك، انا كثير حابب اقعد معك، عندي شيء كثير بدي اقول لك اياه. تعال. تفضل تفضل تفضل، بترجاك. تفضل استاذ تفضل. ايه ايه تفضل ارتاح. ايه استاذ. استاذ استاذ، انا حابب اسمع منك عن بعض هديك اللحظات الممتعة والمهمة عن أيامك بالمسرح. فيك تحكي لي عن مسرحية بريد فراج شوهان مثلا؟ شو بدي أقول لأقول؟ الزمن كتير تغير. آهو، المسرحيات المنيحة، المخرج المنيح، الجمهور المنيح، كلهم تغيروا. فعلا معك حق، الزمن تغير عن قبل. على كل حال، أكيد لسه عندك بعض المشاعر للمسرح، صحيح؟ المشاعر موجودة، بس الوضع اللي صرنا فيه هلأ بيخلي الواحد يائس كتير. إيه إيه صح صح. بس بيقدر الواحد ينسى؟ أنا قصدي المشروب، ما؟ المشروب. استاذ لو سمحت لا تشغل بالك، انا شفت الانينه يلي محطوطه بجيبتك. ايه. فيني اقول لك سر استاذ؟ انا معك اكيد بيلي عم تعمله. عن جد؟ خذ راحتك استاذ، خذ راحتك. يلا اشرب. لا ما رح اشرب اليوم، لأنه اليوم عرس ابني مازن. معناتها هذا هو وقته تماما، هذا هو الوقت يلي لازم تحتفل فيه، مو صحيح؟ مو الكحول هو يلي بيخلي الناس تحس بالمتعه، اكيد انت بتعرف هالاحساس منيح. معناتها اشرب استاذ. خذ راحتك هلا. خذ راحتك استاذ. يعني انت هيك رأيك؟ ايه اكيد، هاد عرس ابنك.
أنا ليش حاسة حالي شايفته لهذا الرجال من قبل؟ شكله كتير مألوف إلي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.